رحيم أثناء اللقاء المفتوح في مجمع نزوة الرياضي، سعدت أن ألتقي بأحد الأخوة الكرام. اسم كريم سعيد المشاهد كافي. ما أهمية مثل هذه الملتقيات لقصيد؟ توقع هذه التجمع له دور كبير، كنا نتعرف على بعض من بعض، كنا أول نسير المسبح والواحد يسبح ويطلع. نعم. ولا يعترف بالآخرين ولا يعرف معه. اليوم تعرفنا على كثير من الإخوة الذين يشاركون في هذا المجمع. نعم. وأصبح الحين في تعارف أكثر وأكثر. نعم. رسالة تحب أن توجهها نحو الرياضة؟ الرياضة مهمة جدا. ليست الرياضة معنية بالشباب وغيرهم، ولكن حتى لكبار السن هم لهم دور كبير في هذا الموضوع، وخاصة لكبار السن المفترض أنهم يكون لهم دور في الرياضة أكثر بسبب صحتهم وعدم الحفاظ عن الرياضة وغيرهم. هذا مهم جدا. نعم. جزاك الله خير، سعدت بالحديث معك.